بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. الحصص اللي فاتت اتكلمنا عن الغدد اللعابيه سليفري جلانس، وعرفنا ان اي غده في جسمي شانها شان الرمانه، تتكون من قشره خارجيه تسمى استروما وحشو داخلي يسمى بارينكيما. لما اجي اتكلم عن الاستروما كان كلام ثابت، كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبرز. اما البارينكيما يهمني فيها حاجتين: الجزء المسؤول عن الافراز واللي كنا بنسميه سكريتوري اسيناي، والجزء اللي بيستقبل الافراز وهو عبارة عن انابيب بتفتح في الاورال كافيتي، وبنسمي هذا الجزء ضغط. طب ما تيجي نطبق الاسكيمة الجميلة بتاعتنا دي على امثلة حية من الاورال كافيتي. وفي فمي هناك ثلاث غدد لعابية كبار. الغدة الاولى تسمى باروتيد جلاند او الغدة النكافية. الغدة التانية موجودة تحت المانديبل فسميتها سب مانديبولار جلاند. والغدة الثالثة موجودة تحت اللسان فسميتها سبلينجوال جلاند. في كل غدة من الغدد دي سيادتك محتاج تعرفني الأول بنفسك، أنت مين ومكانك فين؟ بعد كده تبدأ تكلمني في الاستراكشر وتطبق الاسكيمة الجميلة بتاعتنا. أول غدة عندي هي الباروتيد جلاند، ما تعرفني بنفسك. بيقول لسيادتك إن الباروتيد جلاند هي الميجر سليفري جلاند الأكبر على الإطلاق، هي أكبر غدة في الثلاث غدد اللي موجودة عندي. ورغم انها الاكبر الا انها بخيلة، ده بتشارك فقط بعشرين لتلاتين في المية من السلفة اللي موجودة. انتاج السليفري جلاند كلها اكبر غدة بتشارك بعشرين في المية بس منه. امال انت كبيرة على ايه؟ ده انت كبيرة وهايفة. يبقى اذا الباروتيد جلاند وحرف البي فور بخيلة. هذه الغدة بخيلة، ولو قالك ليه بخيلة تقول له والله ده دي اللارجست ميجر سليفري جلاند، هي الاكبر على الاطلاق، ومع ذلك تشارك بنسبه 20% فقط من انتاج السليفه، من انتاج اللعاب في فمي. توجد الغده النكافيه او الباروتيد جلاند قدام الاير، ان فرونت اوف اير. كل ده كلام انشا ما يهمنيش. طب ما تيجي تكلمني على الاستراكشر وطبق الاسكيما بتاعتنا. تتكون الباروتيد جلاند زيها زي اي جلاند في جسمي من جزئين: القشرة الخارجية بنسميها استروما، والحشو الداخلي بنسميه بارينكما. لما اجي اتكلم على الاستروما هقول له كلام ثابت: كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبر. ولكن الكبسول بتاع الباروتيد جلاند يتميز عن غيره من الكبسولز بانه له وظيفة مناعية. هذا الكبسول ينتج اميونوجلوبيولينز، اجسام مناعية، تحديدا الاميونوجلوبيولينز ايه؟ ده الباروتيد جلاند احد الغدد المناعية اللي موجودة في جسمي. الباروتيد جلاند بتحمي الاورال كافيتي بتاعتك من الانفكشن. ازاي؟ عن طريق انها بتفرز من الكبسول بتاعها اجسام مضادة اسمها IgA، بتحارب البكتيريا اللي عند حضرتك. يبقى رقم واحد في الباروتيد جلاند هقول له استروما، والاستروما كان كلام ثابت: كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبرز. ولكن لما اجي اتكلم عن الكبسول اقول له خد بالك دي الباروتيد جلاند، دي عم الميجر سليفري جلاند كلهم. ليه؟ مش لمجرد انها اللارجست، ولكن لانها تشارك في المناعه بافرازها اميونوجلوبيولينز ايه، بتحمي الاورال كافيتي بتاعتك من الانفكشن. بعد كده هقول له انها تتكون من ترابيكولي بتقسم الجلاند الى لوبس ثم تقسمها الى لوبيولز، وهقول له الريتيكولار فايبر دي بتشكل الباك جراوند. بعد كده هدخل في الجزء بتاع البارينكما، واتفقنا في جزء البارينكما يهمني اعلق على حاجتين: هعلق على الاسيناي الجزء اللي بيفرز، وهعلق على الضغط الجزء اللي بيستقبل ويفتح في الاورال كافيتي. وعشان نلخص قصه الباروتيد جلاند اللي بتبدا بحرف البي، فالبارينكما بتاعتها عبارة عن 2B، حاجتين بحرف البي. أول حاجة هقوله إن نوع الجلاند أو نوع الأسيناي برانشد تيوبيولو أسينار جلاند. يعني إيه الكلام ده؟ برانشد يعني الأسيناي بتاعتي بيبقى ليها فروع كده متفرعة بالشكل ده. تيوبيولو اسينر يعني الاسيناي بتاعتها واخده شكل تيوبيولز، اذا هي برانش تيوبيولو اسينر جلاند. اما حرف البي الثاني هقول له ان هذه الجلاند تحتوي على عدد كبير من البولي ساكرايد. البولي ساكرايدز هي سكريات بتساعد في كون الباروتيد جلاند عندي تتصبغ بصبغه اسمها بي اي اس. بورط نفسك. حرف البي الاول هقول له ان الباروتيد جلاند
عباره عن برانشد جلاند، برانش تيوب الاسينار جلاند. يعني ايه الكلام ده؟ برانشد يعني واخده افرع. الجلاند بتاعتي الاسيناي بتاعتها متفرعه بالشكل ده. تيوبيولو اسينار يعني الاسيناي المتفرعه واخده شكل تيوبيولز، انابيب. وحرف البي الثاني هقوله انها بي اي اس بوزيتيف، ومعنى ان هي بتتصبغ بالبي اي اس يعني هذه الخليه تحتوي على عدد كبير من البولي ساكرايدز من السكريات. طب ده بالنسبه لحروف البي. اما رقم 2 هقوله ان الضغط الجميله بتاعه الباروتيد جلاند بتفتح قدام السكند مولار توث. عد دروس سيادتك كده، الدرس الاول عديه، الدرس الثاني هتلاقي قدامه الضغط بتاعه الباروتيد جلاند، يعني بتفتح في الانر اسبكت اوف ذا تشيك، بتفتح في الجانب الداخلي من الخده. حديثي عن الباروتيد جلاند وحرف البي فور بخيله. هتكلم ازاي في الباروتيد جلاند؟ هقول له ده اللارجست ميجر ساليفري جلاند، هي الاكبر في الثلاثه كلهم، ومع ذلك على الرغم انها كبيره الا انها بخيله، تشارك فقط ب 20% من الساليفري جلاند سكريشن. موجوده فين هذه الباروتيد جلاند؟ بيقول لسيادتك موجوده ان فرونت اوف اير، موجوده قدام الاذن. كلمني على الاستراكشر بتاع الباروتيد جلاند، هو كلام ثابت محفظش غيره، عباره عن استروما وبارينكما. الاستروما كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبر، ولكن هقف شويه عند الباروتيد جلاند واقول له ان هذه الغده تلعب دور مهم في المناعه بافرازها اجسام مضاده تسمى اميونوجلوبولينز ايه. بعد كده بدخل على البارينكما وبلخص القصه دي كلها في ان البارينكما بتاعه الباروتيد عباره عن 2 بي. حرف البي الاول هو نوع الاسيناي، برانش تيوبيولو اسينار جلاند. حرف البي الثاني تحتوي على بولي ساكرايدز كتير بتخليها تتصبغ بالصبغه اللي اسمها بي اي اس، الصبغه التي تصبغ السكريات. اما رقم 2 فهتقول له ان الجلاند دي بتفتح قدام السكند مولار توث، قدام الضرس الثاني بتاع حضرتك. طيب الغده الثانيه عندي اسمها صب مانديبولار جلاند، هتكلم ازاي في الصب مانديبولار جلاند؟ والله اول حاجه عرفني بنفسك، انت مين ومكانك فين. الصب مانديبولار جلاند اول كلمه لازم اقولها عنها انها ميكسد جلاند. لو تلاحظ اكتر حرف بارز في كلمه صب مانديبولار هو حرف الام، اذا لازم بدايه كلامي عن هذه الغده تكون كلمه بحرف الام. هقول له والله ده دي ميكسد جلاند، ومتفقين ان ميكسد جلاند يعني تفرز السيروس وتفرز الميوكس، ولكن الصب مانديبولار جلاند افرازها من السيروس بيكون اكتر من افرازها من الميوكس، ده افرازها حوالي 90% سيروس، ولكن ستيل بتفرز ميوكس. كمية قليلة بس ستيل الميوكس موجود، ده الغدة دي ميكسد جلاند. تشارك الصب مانديبولار جلاند بالنصيب الاكبر في السليفري سيكريشن، ده تشارك لوحدها ب 60-70% من السليفري سيكريشن، على الرغم مش انها على الرغم من انها مش الاكبر، ده اصغر من الباروتيد، ولكن بتؤدي دور اكبر من دور الباروتيد. الباروتيد الكبيره كانت بتشارك ب 20% بس، اما الصب مانديبولار الاصغر منها بتشارك ب 60-70%. طب مكان الصب مانديبولار فين؟ والله عيب لما اقول لك انها موجوده على الانر اسبكت اوف مانديبول، موجوده تحت المانديبول بتاعك. كلمني على الاستراكشر بتاع الصب مانديبولار جلاند، كلام مش حافظ غيره. هتقول لي عباره عن استروما وبارينكما. الاستروما كونكتيف تيشو كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبرز، اما البارينكما فهي كلمه واحده هتخلص كل حاجه. هقول له مش دي الصب مانديبولار؟ اذا هي ميكسد جلاند، انا كده خلصت الصب مانديبولار. ازاي يا دكتور؟ تعالى يا حبيبي اقول لك. معنى ميكسد يعني سيرو ميوكس جلاند، ودرسنا السيروميوكس جلاند بالتفصيل. هتقول لي ان الجزء الميوكس بتاعها الاسيناي بتشكل البروكسيمال بارت وبيكون شكلها تيوبيولر، والجزء الميوكس بتاعها يعني اللي فيه بولي ساكرايد يبقى اذا بي اي اس بوزيتيف. اما الجزء السيروس فهتقول لي انها مجموعه من الدارك سيلز، الخلايا المظلمه، تشكل نصف قمر سميناه سيروس دي مليون. لما كنا بنقول شكلها هلال كريسنت اوف جيانوتزي،
وهذا السيروس دي مليون يحتوي على هيدروليتيك انزيمز او لايزوزومز. اللايزوزومز تحارب البكتيريا، اذا ليها بكتيري سايدال افكت. كلام مش جديد. هقول له رقم واحد في البارينكيما بتاعه السبمانديبولر انها ميكسد جلاند. يعني ايه ميكسد؟ وعرفها له. كلمه ميكسد يعني تفرز السيروس والميوكس، ولكن السيروس اكتر من الميوكس بنسبه 90% سيروس. يعني ايه ميكسد؟ يعني سيرو ميوكس جلاند. الجزء الميوكس بيشكل الاسيناي، بتبقى تيوبولار موجوده على البروكسيمال بارت. ميوكس يعني بولي ساكرايد، تقول لي بوزيتيف بي اس، ادي كلمتين من ميوكس. وكلمتين من سيروس تقول لي ان الدارك سيلز بتشكل سيروس دي مليون، كريسنت اوف جيانوزي، وهذه الدارك سيلز تحتوي على لايزوزومز ليها بكتيري سايدال افكت، يعني بتحارب البكتيريا. كلمة سايدال يعني قتل، سويسايد يعني انتحار. اذا لما اقول لك ليها بكتيري سايدال افكت، ليها دور في قتل البكتيريا. اذا السبمانديبولار جلاند كذلك تلعب دور في المناعة والحماية زي الباروتيد جلاند بالظبط. طيب معنى كلمة ميكسد يعني كومباوند تيوبل اسيلر جلاند، ما عليه. طيب خش لي في الغدة الثالثة اللي اسمها سبلينجوال جلاند. عرفني بنفسك يا ابني. والله يا بيه ده انا السمولست جلاند، ده انا اصغر غده في الميجر كلهم. الباروتيد كبيره على راسي. السبمانديبولار بتشارك بالجزء الاكبر على راسي، اما السبلينجوال ملهاش اي دور. ده هي السمولست جلاند، طبعا ليها دور ولكن احنا بنقول انها هفق، يعني ملهاش تفاهم، ملهاش قيمه. هي السمولست جلاند اصغر غده، ولكونها اصغر غده تشارك بالنصيب الاصغر في السليفري سيكريشن، فقط 5% من السليفري سيكريشن. طب عرفني على السبلينجوال جلاند، هقول لك انها ميكسد جلاند. الله، يعني زيها زي السبمانديبولر. ايوه بس خلي بالك، السبمانديبولر كانت سيروس اكتر من ميوكس، اما السبلينجوال فهي تفرز ميوكس اكتر من السيروس. كلمني على الاستراكشر بتاعها، هتقول لي استروما وبارينكيما، ما اعرفش غيرهم. الاستروما عباره عن كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبر، اما البارينكيما فهتقول لي برضو كلمة ميكسد، نفس الكلام اللي قلناه في السبمانديبولار جلاند، ميكسد ولكن تفرز الميوكس اكتر من السيروس. ادي اول سطر. معنى ميكسد يعني سيرو ميوكس جلاند، الجزء الميوكس رقم واحد، تقول لي التيوبيولار اسيناي بتشكل البروكسيمال بورد. رقم اتنين ميوكس يعني بولي ساكرايد، يبقى بوزيتيف بي اس. اما الجزء السيروس تقول لي السيروس دي مليون، دارك سيلز تحتوي على لايزوسومال انزيمز ليها بكتيري سايدال افكت. ممكن تقول له بدل سيروس دي مليون كريسنت اوف جيانوزي، براحتك، المهم ان انت ترص له الكلام ده كله. يبقى كلمتين على الميوكس خلاص، تيوبولار اسيناي بتشكل البروكسيمال بارت، والكلمه الثانيه هتقول له بوزيتيف بي اي اس لانها تحتوي على ميوكس يعني بولي ساكرايد. اما الجزء السيروس فهتقول له سيروس دي مليون نصف قمر او كريسنت اوف جيانوزي، وتقول له سيروس يعني تفرز لايزوزومز ليها بكتيري سايدال افكت، بتعمل هيدروليسز او تحلل للبكتيريا. طب كده احنا اتكلمنا عن الاسيناي بتاعه السبمانديبولار والسبلينجوال. طب فاضل الدكت ما اتكلمناش عنها. هتقول لي ان الدكت بتاعه السبمانديبولار جلاند في ورطه اسمها وارتونز دكت. افراز السبمانديبولار جلاند بيصب في الدكت الاساسيه بتاعه السبمانديبولار اللي اسمها وارتونز دكت، واللي بتفتح في الفلور اوف ذا ماوس. اما الدكت بتاعه السبلينجوال، فالسبلينجوال من كتر ما هي هفق، من كتر ما هي سمول، ده سمولست جلاند، انا ما عملتش ليها دكت مخصوص. قلت لها لا، صب في اي دكت توجد قدامك، والافراز بتاعك ده كله هنجمعه وهنوديه للوارتونز دكت اللي بتفتح في الفلور اوف ذا ماوس. يبقى اذا السبلينجوال تختلف عن السبمانديبولار في حاجتين. رقم واحد ان السبمانديبولار كانت سيروس اكتر من ميوكس، السبلينجوال العكس، ميوكس اكتر من السيروس. تاني اختلاف بينهم ان السبلينجوال ملهاش مين دكت، ده انت تيجي عندها كده وتقول لي نو مين دكت، ملهاش دكت اساسيه، ده الافرازات بتاعتها.
بتصب في سيفرال داكتس، في اي داكت موجوده قدامها، وبجمع الافرازات دي كلها في الاخر واصبها في الوارتون داكت اللي بتفتح في الفلور اوف ذا ماوس. يبقى كده خلصنا الجزء الاول من المذكره سريعا جدا عن الميجر ساليفري جلاند. عندي ثلاث غدد لعابيه كبيره. الغده الاولى اسمها الغده النكافيه، باروتيد جلاند. عرفني بنفسك، انت مين ومكانك فين؟ تقول لي رقم واحد، ده انا اللارجست ميجر ساليفري جلاند، ده انا اكبر غده في الثلاثه. ومع ذلك على الرغم انها اكبر غده الا انها بخيله، دي اسمها باروتيد وبيفور بخيله. بخيله يعني تشارك ب 20% فقط من الافراز، موجوده ان فرونت اوف اير، الاستراكشر بتاعها استروما وبارينكما. الاستروما كبسول ترابيكولي ريتيكولار فايبر. ولكن اقف عند الكبسول اقول له خد بالك، الباروتيد جلاند مهمه مش لمجرد انها الكبيره، ولكن لانها تنتج اجسام مضاده تلعب دور في المناعه والحمايه اسمها اي جي اي. بعد كده البارينك ما هقول له 2 بي، رقم 2 عشان نخلص منه بتفتح في السكند مولار تيس. رقم وحرف البي عندي حرفين، برانش تيوبيول اسينر جلاند وبولي ساكرايد بوزيتيف بي اس. بعد كده بدخل على السب مانديبولر، والكلمه اللي بتميزها هي ميكسد جلاند، ولكن الميكسد سيروس اكتر من ميوكس، ده سيروس بنسبه 90%. كلمني عن البارينكما بتاعتي، هتقول لي كلمه ميكسد يعني ايه؟ ميكسد، ميكسد يعني سيرو ميوكس. شكرا، ابدا بقى ترجم الكلام بتاعك ده. ميكسد يعني سيرو ميوكس، سيروس اكتر من ميوكس، السيروس بنسبه 90%. طب يعني ايه سيرو ميوكس؟ والله ده الميوكس يعني تيوبولار اسيناي بتشكل البروكسيمال بورد. كلمة ميوكس يعني بولي ساكرايد يبقى بوزيتيف بي اس. اما سيروس فالدارك سيلز بتشكل سيروس دي مليونز، تحتوي على لايزوزوما الانزيمز تعمل هيدروليسز للبكتيريا اذا ليها بكتيري سايدال افكت. ومعنى كلمة ميكسد يعني كومباوند، اذا نوع الاسيناي بتاع هذه الغدة كومباوند تيوبيولو اسينر جلاند. كلمني عن الضغط، واوعى تنسى ان الضغط بتاعت السب مانديبولار في ورطة اسمها وارتونز داكت بتفتح في الفلور اوف ذا ماوس. الغده الثالثه والاخيره اسمها سب لينجوال، وهي الاصغر سمولست جلاند، وعشان هي الاصغر بتشارك ب 5% فقط، ما عندهاش تاني، وهي ميكسد جلاند ولكن الميوكس اكتر من السيروس. طب لما اجي اتكلم عن البارينكما هقول له والله ميكسد يعني سيرو ميوكس، بس خد بالك ان الميوكس اكتر من السيروس. يعني ايه ميوكس؟ يعني تيوبولار يعني الاسيناي بتاعتها تيوبولار بتشكل البروكسيمال بورد، يعني في بوزيتيف بي اي اس بوليساكرايدز. السيروس، سيروس دي مليون، ونفس الكلام بتاع السب مانديبولار، ولكن هاجي عند الضغط اقول له خد بالك ده السب لينجوال، من كتر ما هي هفق، من كتر ما هي صغيره انا ما عملتش ليها مين ضغط، دي بتفتح في الضغط بتاعه السب مانديبولار اللي اسمها وارتونز ضغط، وبتصب معاها في الفلور اوف ذا ماوس. كده نبقى خلصنا حصه النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله في حصص قادمه. تشاو.